لسنا لا بشواطئ إبيزا أو جزر الكاريبية، بل هي شواطئ وهران التي تمتد على طول 100 كيلومتر، تجمع 33 شاطئا مسموحا للسباحة، يتم تهيئتها وتحضيرها بتسجيل مشاريع مختلفة لاستقبال المصطافين في أحسن الظروف. على مستوى ولاية وهران لدينا ما يقارب 33 شاطئ مسموح للسباحة. كل هذه الشواطئ تم معاينتها من طرف فرق تقنية وفرق مختلطة، وكذلك تحضير كل المستلزمات لكي المصطف والسائح الجزائري يجد راحته في هذه الفضاءات. تهيئة الشواطئ تتماشى مع تحضير مرافق الاستقبال التي ستتعزز هذه الصائفة بسبع فنادق جديدة، إضافة إلى 170 فندقا آخر آفاق 2021، ما يمكن وهران من رفع قدرة الاستقبال إلى 50,000 سرير. فيما يخص الحظيرة الفندقية على مستوى ولاية وهران، حاليا الحديقة الفندقية هي بسعة استقبال تفوق 25,000 إلى 30,000 سرير، وحاليا نترقب في هذه الصيفية استقبال ما يقارب 7 فنادق جديدة ستدعم هذه الحظيرة، وحاليا يجرى الإنجاز ما يقارب أكثر من 170 فندق جديد لرفع قدرات الإيواء والاستقبال للمصطفين إلى ما يقارب أكثر من 50,000 سرير. 24 مليون مصطف استقبلتهم شواطئ وهران الصائفة الماضية، رقم مرشح للارتفاع هذه السنة بالنظر للحاضرة الفندقية والمؤهلات الطبيعية التي تتميز بها جوهرة المتوسط.